مش اللاعبين يا شباب، مش اللاعبين ابدا. اشكال بالفعل غريب عجيب صار بالثواني الاخيره. كل ليلة وقت بيلعب الرياضي أو الحكمة أو ماتش على مستوى كبير تلاقي صار في لبنان حالي من الطوارئ، العالم قعدت ببيوتها. حسيت انا انه كمان انا بذات الوقت ما بقى عندي شيء مش محققه بحياتي. يا نحن بدنا نفهم انه بدنا نلعب رياضه ونشيل المشاكل على جنب. يا اخي ما لازم عن جد ما بقى يكون في جمهور بقلب الملعب.